نحن مع اللسان امتحان لنا، مع اللسان امتحان صعب. من لا يستطيع أن يعمل كنترول على لسانه، أن يضبط لسانه، ما يقدر يضبط شيء ثاني. هذا اللي هو أسهل شيء بيدك وأنت ما قادر عليه، تطلق الكلمات بلا حساب، كيف يمكن بعدين تضبط بقية الشهوات بقية الرغبات؟ أحياناً تمر عليك حالة جماعة قاعدين يعجبك، تطلق نكتة تضحك الحاضرين، وفي تلك النكتة والظريفة إهانة لشخص ما حاضر أو غائب. اضبط نفسك، لا تطلق هذه النكتة، خير إن شاء الله. أحياناً تريد فريق خبر تنقله، بس صاحب الخبر ما يعجبه هذا ينتشر، أو أحياناً أحدنا ينشر مثالب الآخرين. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، شغلة ما فرد واحد سواها، ما حد شافها، الله ستر هذه الشغلة عليه، أنت ليش ما تسترها؟ على كل حال، ما يرتبط باللسان وبما في ذلك قضايا سنذكرها فيما بعد لعل في الليالي القادمة، قضية مهمة وخطيرة. ربنا يقول ولا تنابزوا بالألقاب، ليكون أنت تطلق لقب صاحب اللقب ما يعجبه. نحن مكلفون بحديث شريف من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مكلفون بأن نذكر أحب الأسماء للأشخاص. شوف شنو الاسم اللي يعجبه جيبه، يعجبه جيب اسمه، جيب يعجبه الكنية، قول أبو فلان يعجبه، قل له أبو فلان. أنت جرب هذا اللي راح أقول لك إياه. إذا رحت عند موظف وهذا الموظف كان سيء الأخلاق ما يريد يمشي شغلات المراجعين، اسأل اسمه شنو، كنيته شنو مثلا، فشنو اللي يعجبه يقولوا له، يجيبون اسمه لو يجيبون الكنية مالته أو اللقب ماله. فأذكر الشيء اللي يحبه، قل له أبو فلان شلون صحتك، شوف ايش قد يكيف الإنسان، يحب نفسه ومن ثم يحب اسمه. وأحب الأسماء إلي، فإذا ذكرت ذلك في الحقيقة خليته في جو إيجابي، فإذا طلبت من عنده فرشي يسوي لك إياه. بس على كل حال هذا الجانب الإيجابي. الجانب السلبي، ما يجوز لنا أن نتنابز بالألقاب. أن رواية شر الناس من اتقاه الناس لشر لسانه، يعني أكو فرد واحد لسانه لسان وسخ حسب تعبيرنا، الناس يشردون من عنده، ما يردون يتفاوضون وياه، ما يردون يتجادلون وياه، ما يردون يتكلمون وياه. ليش؟ لأن يخافون من لسانه. هذا شر الناس، شر الناس من اتقاه الناس لشر لسانه، لأن لسانه شر، فالناس يتقون ويشردون من عنده. شوفوا إخواني، كلنا نعرف أن سرقة أموال الآخرين من المحرمات الكبيرة، والكل القوانين على وجه الأرض هذه تقاضي السارق، تحكم عليه وتغرمه، غير المال المسروق يأخذه يعطوه لصاحبه، بإضافة إلى ذلك ربما يسجن ربما يعذب لأنه سرق. زين، يعني الإنسان محترم، مال أيضا محترم، دم محترم، يعني هل يجوز أن أحدنا يقتل أحداً؟ لا. ليش؟ لأنه لما نقول الإنسان محترم، رب العالمين كرم بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، فإذاً أنت لازم تكرمه، ما يجوز لك أن تريق دمه من حرام أو تستحل ماله. زين، وكرامته شلون؟ وسمعته شلون؟ يعني يجوز فرد واحد يسقط سمعة إنسان، يسقط شخصية إنسان؟ يعني مثل ما يجوز أن يسرق أحد مال أحد أو يريق دمه، لا يجوز له أن يهينه، لأن الناس يعيشون عادة على سمعتهم، على ثقة الناس بهم. مرة كنا نتحدث حول الغيبة، أنه أحياناً من يغتاب أخاه رب العالمين كل ثواب يأخذ يعطي لذاك، يعني هل قد صلى هل قد صام كله راحت يمزك. فالواحد سأل قال يعني سيدنا معقولة الرجال تعبان وهل قد صلى وصام بكلمة غيبة
كل ثوابه يروح لصاحبه. قلت له إيه؟ هذا الرجال 30 سنة 40 سنة محافظ على شرفه، محافظ على كرامته، محافظ على سمعته. أنت بكلمة تسقط سمعته؟ 30 سنة تعب على هاي السمعة، أنت بغيبة بتومة بنميمة باستهزاء بالنسبة إليه تسقط سمعته بين الناس، وكما يحدث هذا بالنسبة لك فهذه جريمة كبرى، بناء عليه رب العالمين يسقط كل ثواب أعمالك، أصلا يأخذها يعطي لصاحبك. وإذا ما عند الشخص ثواب يوم القيامة، الله من عقاب ذاك وذنوب ذاك يشيل من عنده يحطه على هذا. الإنسان كريم ومحترم، كل المسلم على المسلم حرام كما يقول النبي، دم عرض. عرض يعني شنو؟ مو يعني زوجته، عرض اللي يرتبط به هو، هذا هم عرض الإنسان، سمعة الإنسان، كرامة الإنسان، ثقة الناس بهذا الإنسان، هذا حرام عليه. قضية مو قضية سهلة، واحد يطلق الكلمة ويمشي ويروح. من جملة الأمور التي نهينا عنها الاستهزاء. الاستهزاء ليس ذنبا واحدا، أكو بعض الذنوب هذه عبارة عن ذنب واحد. السرقة ذنب واحد، واحد راح باقي فلوس واحد ثاني، هذا ذنب واحد، ذنب السرقة. لكن الاستهزاء، النميمة، الغيبة، التهمة، تنابز بالألقاب، الغمز، اللمز، كل واحدة من هذه مو ذنب واحد، مجموعة ذنوب. أولا تحقير، لا يجوز أن تحقر مسلما. يوم اللي تستهزئ به يعني تعتبر نفسك كبير، فهذا تكبر حرام. تعتبر ذاك حقير، فهذا حرام. هذا الأمر يسبب فتنة، الفتنة حرام. هذا الكلام الذي يقوله بالنسبة إلى صاحبه يسبب تقاطع، العلاقات كلها تنهار بناء على كلمة، بناء على تهمة، بناء على استهزاء. مجموعة ذنوب تشوف مجتمعة في هالنوع من الأشياء ومنها الاستهزاء.